الفطرية. الجزء الثاني زي ما اتفقت معاكم النهاردة هتكلم معاكم على ايه بقى؟ الصفات التشريحية. يعني ايه الصفة التشريحية؟ يعني حضرتك كان عندك حيوان تعبان وقمت الصبح لقيته نفق او مات، او حضرتك كان عندك حيوان وقلقت منه وروح ذبحته، لا خوفا من ان هو ايه يحصل له مشكلة او يموت. ايه عايز تفتح وتشوف ايه السبب في موت هذا الحيوان، او ايه السبب في ان هذا الحيوان اتذبح. في امراض كتير قوي بتشخص عن طريق ايه؟ عن طريق الصفة التشريحية لهذا الحيوان. الصفة التشريحية يعني ايه؟ يعني شكل الاعضاء الداخلية ايه بعد ما الحيوان ده نفق او اتذبح. هتكلم معاكم النهاردة في موضوع انا فتحت ولقيت الحيوان في الصورة دي، أو أول صورة حضرتك عرضها، الصورة اللي قدامكم على الشاشة دي أول صورة هنتكلم عليها. هتكلم النهاردة على سبب اللي هو الجرين أوفرلود، أو الحموضة، أو زيادة الحموضة في الكرش، أو اللكمة، أو النفاق. لو الحيوان عندك ملكوم، والنبي مخرج هتمشي معايا صورة صورة يعني عشان أبدأ أبص أنت عارض إيه وأنا أتكلم عليه. الحيوان اللي عندك نفق، في صورة أول واحد، أول صورة رقم صورة واحد اللي هو الحيوان، أيوة دي، الله خليك معايا فيها واحدة واحدة بقى. قمت الصبح لقيت أو رحت لقيت الحيوان عندك في الحظيرة ميت بالمنظر ده، رقبته ممدودة لورا، وركز جامد قوي على الحاجات الإخراجات اللي منه، إسهال، أخضر، واضح اللون، في كمية ذرة أو بقية ذرة موجودة فيه اللي هي خلفه بالظبط. دي أول حاجة قبل ما تفتح. لو أنا شاكك في جرين أوفرلود أو رومينال أسيدوزس اللي هو بنسميه حموضة الكرش أو اللكمة أو النفاخ، ممكن ألاقي إيه الحيوان أشوفه في شكله بعد ما يندبح أو يموت. وأنا داخل عليه هشوف المنظر اللي أنتوا شايفينه ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، هفتح هلاقي المنظر ده. إيه هو ده؟ هلاقي كمية مية كتيرة جدا مع العلف. أول ما تفتح على طول هتلاقي الصورة التانية، بعد ما تشوف فتحت هتلاقي الصورة دي. في كمية علف ومخلوطة بكمية نسبة الوتر عالية قوي. أكتر حاجة تميزها تلاقي نسبة ونسبة اللون الأخضر الخضار والمية مع العلف المركز ده بس. دي رقم اتنين في الصورة. هات رقم ثلاثة، ممكن تلاقيه برضو المواد الجيلاتينية، المية برضو كمية مية في منطقة الكرش أو منطقة الأمعاء مكتوبة برضو قدامك هاي. الصورة الثالثة اللي بعدها والرابعة هتلاقي الأكل أو بقاء الألياف واخدة ركن لوحدها وهي في الكرش، بعيد عن المركزات وبعيد عن التركيز بتاع المية. دي برضو صورة ممكن تشوفها في حالة لكمة أو حالة أسيدوزس، ممكن تلاقي اللقطة دي. الصورة رقم خمسة، مجموعة الصور دي لما تفتح الكرش أو تفتح الحيوان تلاقي فيه إيه؟ الروجن، يعني إيه تقطع. أنا مش يعني عايز كل حاجة أقولها بالعربي عشان إيه، تلاقي البطانة بتاع الكرش نفسها متاكلة. في تقرحات كتير موجودة داخل أم التلافيف اللي إحنا بنسميها أم التلافيف أو الكرش أو الرومن. بتلاقي فيه تقرحات زي ما موجودة قدامك كده، تلاقي الأربع حجرات كلهم فيه تقرحات، فيه التهابات، ما تلاقيش السلية أو ما تلاقيش الأهداب اللي أنت بتنظفها دي بتاعتك تذبح ما بتلاقيهاش موجودة. ده كله يقول لك إن الحيوان بتاعك ده مات نتيجة للكمة أو نتيجة لزيادة حموضة الكرش. الصورة اللي بعدها دي اللي انا لسه بقوله، البابلي او الالياف، الحاجات اللي انت لما بتجي تذبحه بتقعد تنضفه، الحاجات بتاع الكرش وغيرها دي ما بتلاقيهاش، بتلاقيها اتاكلت، بتلاقيها عامله زي منطقه ماتت، راحت بقت منطقه صحراء. المفروض الكرش يبقى كله الاهداب بتاعه البابلي كلها شغاله، ده بتلاقي فيه مناطق يعتبر زي مناطق فاضيه خالص، اتاكلت نتيجه لزياده اللاكتيك اسيد او زياده ايه الحمض داخل الكرش، وزياده الحموضه بيؤدي الى ايه تاكل الحاجات دي. الصوره اللي بعدها
تفتح الامعاء تلاقي كميه الوتر اللي احنا معلم لك عليه او مصور شده كده قدامك كده، ما تلاقيش الحاجات دي الا في الرومينال اسيدوز، الا في حموضه او لكمه داخل حيوان. انتوا عارفين طبعا اللكمه بتيجي من ايه؟ زياده، الله ينور عليك انت لسه مراجع معايا كمان، زياده العلايق اللي تحتوي على طاقه عاليه. يعني ايه زياده العلايق اللي تحتوي على طاقه عاليه؟ يعني زياده نسبه الذره، زياده نسبه الصويا في التركيبه، يدي لي عليقه بيسموها هاي انرجي راشا. يعني ايه بالعربي؟ يعني عليقه عاليه الطاقه، عاليه الطاقه جامد جدا مقارنه بالالياف الموجوده فيه. فالعليقه العاليه الطاقه تؤدي الى ايه؟ رومينال اسيدوز، او تؤدي الى حموضه عاليه في الكرش. فلما تيجي تعمل التركيبه ما تفرحش ان انت ايه تدي ذره كتير او تدي على كتير. الصوره اللي بعدها نشوف مع بعض برضو الامعاء، هتلاقي في الامعاء كل، انا بديها لك من اول خالص لغايه الامعاء، نسبه الميه، نسبه الميه تلاقيها كتير جدا. ليه؟ لها سبب برضو، الحيوان بيموت ليه؟ بيموت نتيجه للهيمو كونسنتريشن، للديهايدريشن. يعني ايه بالعربي؟ يعني نتيجه للجفاف الشديد الحيوان بيخش في اغماء وبيموت. الجفاف ده بيجي منين؟ بيجي ان الكرش زي واحد انت مديله ملح عالي، حاطط له كميه ملح عاليه جدا، ف بيسموه هايبرتونيك، يعني اللي بره اقل منه في نسبه في الضغط الاسموزي بتاعه، فبيسحب الميه كلها. من الاول بيبدا من الانسجه، ما يشبعش، عطشان عايز ياخد ميه تاني، يبدا يخش. بعد ما ياخد الميه من الانسجه يبدا يخش ياخد منين؟ ياخد من الدم. يتحول الدم بعد كده الى هيمو كونسنتريشن، يتحول بعد كده، يعني يحصل تركيز كبير للدم. نتيجه ان التركيز كبير للدم، نتيجه لعدم وجود الميه، يحصل ديهايدريشن. يعني ايه ديهايدريشن؟ تلاقي العين بتاع الحيوان دخلت لجوه، حصل شبه جفاف في الحيوان. كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان هناخد اتصال منصور من دمياط، مع اننا احنا هنقولها هنتصل بعد الفاصل ماشي، بس ناخده عشان يشكر ان هو اتصل بينا. فضل يا اخ منصور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اتفضل يا اخ منصور. دلوقتي بعد اذنك انا عندي سؤال. اتفضل. انا عندي مزرعه دواجن، واتمنى ان اسعار الدواء بتاع الدواجن يكون متسعر، لان كل مره بجيب السعر بشكل دواء الدواجن كل يوم بسعر. اسعار الدواجن اتمنى حضرتكم سعر الدواء البيطري، انت عايز تقول عايزين نحط له كنترول او حاكم عليه زي البشري، السعر موحد عند كل الناس كلها. تمام. والله نتمنى انا كمان زيك يحصل كده، وهو المفروض يحصل كده، لان احنا عندنا قوانين بكده، سعر موحد لكل المنتجات، في مكسب مثلا 20%، في خصومات كذا، لكن للاسف ان احنا دلوقتي كل واحد، اي حد بيفتح صيدليه بيطري تلاقي مش متخصص بيفتح صيدليه بيطري، واحد مش متعلم بيفتح صيدليه بيطري، اي دواء بيبقى تحت السلم موجود بيجيبه. يعني العمليه بالنسبه للدواء البيطري عايزه وقفه، مش من الهيئه العامه للخدمات البيطريه بس، ولا من وزاره الصحه، لا ده هي عايزه من كذا حاجه، تعاون وزاره الداخليه، تعاون وزاره التموين، تعاون وزاره الصحه، الهيئه العامه للخدمات البيطريه، كذا حاجه يفعلوا القوانين اللي هم حاطينها. أشكر سعادتك يا أستاذ أحمد من دمياط. هناخد فاصل صغير، وبعد الفاصل إن شاء الله هنفتح تليفوناتنا ونبدأ نستلم الأسئلة بتاعتكم في أي حاجة. يعني أنا بس عايز قبل ما أطلع الفاصل أقول لكم حاجة جميلة أوي. موضوع اللي أنتوا شفتوه دلوقتي في الشاشة دلوقتي قدامكم ده، ليه بيحصل المية الكتيرة؟ ليه بيحصل المية الكتيرة اللي هي إيه داخل الجسم دي؟ بتحصل ليه؟ لان حاجه بتاخد من الحيوان، بيبقى عطشان، الحمض عالي، الضغط البي اتش بتاعته بتبقى بتنزل، فبيبدا ياخد، عاوز يعوض الحاجه دي، فبيبدا ياخد الميه او الوتر ده من التشو، من الانسجه، بعد كده ما يستكفيش يبدا يخش على الدم، بعد كده ما يستجيش يحصل الهيمو كونسنتريشن ويموت الحيوان من الجب